السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة وصفات لينا. اليوم نحضروا جميع وصفة ديال الحريشات صغار اللي كيتحضروا في الفرن، كيجيوا رائعين ولدات، كيجيوا هشاش بزاف وخفافين وبساطين في التحضير، بمكونات كتوجد في كل بيت. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وطرق لكم وتجربوها، علاش لا. نمشيو نشوفوا المقادير. عندنا في المقادير نصف كيلو ديال السميده ديال الحرشه مع كاس ديال الدقيق الابيض وياغورت فاني مع كاس الا الربع ديال زيت نباتيه وكاس الا الربع ديال سكر حبيبات مع بيضه واحده وفانيلا واحده فقط والخميرة الفورية كنديرو ملعقة صغيرة فقط وكيس ديال خميرة الحلويات او بيكن باودر 7 غرام او 8 غرام والماء كنستعملو نصف كأس كيكفينا. شو الطريقة التحضير؟ نديرو النواشف، درنا السميد ومعه الدقيق والخميرة الفورية مع فانيلا وسكر حبيبات وقبصة ملح ما نساوهاش كتعطي لذة، وكنبقاو نخلطو النواشف بيدينا هكا، ومن بعد كنضيفو السوائل زيت نباتية مع بيضة وكذلك الياغورت ديال فاني، وكنبقى نخلط الكل بالاصابع وهاد الحرشه راه كتجي خفيفه بزاف ولذيذه. وكنضيفو الخميره ديال الحلويات وكنبقاو نجمعو في العجين، هي كتجي العجينه خفيفه ما كتجيش قاصحه. دابا رجعتنا هي هذيك، ولكن مع ذلك غنضيفو واحد نصف كاس ديال الماء حيت غنخليوها واحد شويه واحد 5 دقائق تشرب داك الماء اللي زدنا فيها. انا درت فقط نصف كاس يكفيني. ودابا صبحت لينا العجين خفيفه كنخلطوها مزيان، ومن بعد كنخليوها واحد 5 دقائق تشرب. هذا هو الماء اللي بقى لينا من الكاس. من بعد ما شربت لينا غنبداو دابا نكورو في العجين ديالنا. هنا يدهننا اللاطا بالزيت، كتجينا العجين خفيفه بزاف، كنبقاو نكوروها ونفندوها في هذا السميد هذا على هذا الشكل هذا. كنواصلو هكا نكورو العجين كامله، كنديروها بحال الشكل ديال الغريبه الا كتعرفوها، وهي تكون كبر منها شويه باش تجينا الحريشات شويه كبابرين. كنبقاو نكركبو على الطريقه. الا بغيتو تخليوها غليظه بحال شكل غريبه تقدروا، وانا كتعجبني في الحقيقه تكون الحرشه رقيقه، عليها كندير لها الطريقه هذه. وانتوما تقدروا تخليوها هكا مكركبه باش تجي منفوخه، كل واحد والذوق ديالو يدير اللي يبغى شي مشكل. كنفندوها مزيان في السميده وكنبقاو نحطو في اللاطه ديالنا تكون مدهونه مزيان بالزيت. نواصلوا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه ديالنا، بقاو معايا. وهاد الحريشات راهم كيتحضروا في اسرع وقت، ما كياخدوش منك الوقت،
كديريها يعني في نص ساعه كتسالي، كتاخدش الوقت بزاف، ما كتحتاجش تخليها تخمر او لا شي حاجه، مباشره من بعد ما كتكركبيها وكتحطيها في اللاطا كتدخليها للفرن، وكتعطيك كميه لا باس بها، يعني كميه مزيانه. صورت لكم جميع المراحل باش توضح الصورة أكثر. وهذه هي الكمية اللي عطاتني هذه اللاطة، هذه الأولى عمرتها، بسطتهم على هذا الشكل. تقدروا تخليهم غلاضين شويه باش يجيوكم منفوخين ومشقين. وهاد اللاطه حتى هي عمرات ليا، يعني كميه مزيانه، وتندخلوها مباشره للفرن. وهذه هي الحريشات ديالنا ملي خرجوا من الفرن، كيجيو على هذا الشكل، هذا كطيب بسرعه وما نعليوش درجه الحراره باش ما تحرقش لينا وما تحمرش. كتجي هي هذيك، انا خليتها هكا رقيقه، جات بحال هذا الشكل. ولا بغيتوا تقلدوها تجيكم بحال هذا الشكل، هذا انا درت لكم هذه الوحيده باش تشوفوها وتشوفوا الفرق. اللي بغيتوا تصايبوه تصايبوه بجوجهم، كيجيو في الصراحه مزيانين، لا في المذاق لا في اي حاجه. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي شيشه بزاف. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وطرق ليكم.